أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد، صلوات صلى على محمد علي بن أبي طالب، صلوات فاطمة الزهراء، صلوات الحسن بن علي، صلوات الحسين بن علي، صلوات زين العابدين، صلوات الأئمة المعصومين، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد مبارك على النبي محمد، صلى الله على محمد وآل محمد. هو سيدنا ومولانا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، الماضي والحاضر، الذاكر والخاشع، والصابر، الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، معدن الحلم وباقر العلم الذي أظهر الدين إظهارا وكان للإسلام منارا، الصادع بالحق والناطق بالصدق وباقر العلم بقرا وناشره نشرا، لم تأخذه في الله لومة لائم وكان لأمره غير مكاتم ولعدوه مراغم، النور الباهر والقمر الزاهر والعلم الظاهر، أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام، أفضل الصلاة والسلام. ابن أبي طالب، صلوات فاطمة الزهراء، صلوات الحسن بن علي، صلوات الحسين بن علي، صلوات زين العابدين، الأئمة المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. اسمه محمد وكنيته أبو جعفر، وأول من عرفه بهذا اللقب جده النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله حيث قال: قال لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم
محمد وآل محمد. يا جابر إنك ستعيش حتى تدرك من ولدي من اسمه اسمي وشمائله شمائلي. يبقر العلم بقرا فإذا رأيته فاقرأه عني السلام. فقال جابر: من أي ولدك يا رسول الله؟ فقال: من هذا، وأشار إلى الحسين. قالوا: فكان جابر بعد ذلك يجلس في مسجد النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وينادي: يا باقر العلم، يا باقر العلم. فيظن أهل المدينة أنه يهجر لكبر سنه، فكان يقول لهم: والله ما أهجر، ولكن أنتظر ما وعدني به النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وعاش جابر حتى أدرك الإمام الباقر عليه السلام وبلغه سلام النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وكان الباقر عليه السلام يشبه جده النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد شبها واضحا، وخاصة في شمائله الجسدية. أما نسبه عليه السلام فهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وأمه هي السيدة الماجدة الحسيبة النسيبة فاطمة بنت الإمام الحسن الصبط عليه السلام ابن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وهو أول علوي يولد من أبوين علويين، ويروى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه ذكر جدته فاطمة بنت الحسن عليه السلام، فقال: كانت جدتي فاطمة عليه السلام صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها، وهذا ابنها وسليلها محمد الباقر الذي يبقر العلم بقرا. وقد قال فيه أحد الشعراء هذه الأبيات: أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول، يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله على محمد وآل محمد. يا ابن الذي بلسانه وبيانه أهدى الأنام ونزل التنزيل،
عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل. لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد عن نبيه بديل. هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل. قال الراوي ولا زلنا في سيرة أمه فاطمة بنت الحسن عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام ولها كرامات عديدة، نذكر منها على سبيل الاختصار أنها كانت جالسة ذات يوم عند جدار، فتصدع الجدار وسمعت منه رجة شديدة، فوضعت يدها تحت الجدار وقالت لا وحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط علي، فبقى الجدار معلقا حتى زاحت عنه، فتصدق عنها زين العابدين عليه السلام بمائة دينار. أما عن ألقابه فبالإضافة إلى الكنية اللقب، فألقابه الهادي والأمين والشاكري والباقر والشبيه. قال الراوي فلا زال جابر ينتظر قدوم الإمام الباقر، حتى كان ذات يوم فرأى غلام مقبل عليه فقال له أدبر، فأدبر ثم قال هذه والله شمائل النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. ثم قال له ما اسمك يا غلام؟ قال اسمي محمد. قال جابر ابن من تكون؟ قال ابن علي بن الحسين عليهم السلام. فقال جابر يا سيدي فدتك نفسي؟ فإذا الباقر قال نعم بلغني ما حملك النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فأقبل جابر يقبل رأسه ويقول بأبي أنت وأمي يا ابن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وأبلغك أن جدك النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد يقرئك السلام. قال الباقر عليه السلام يا جابر وعلى النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك السلام يا جابر بما بلغت. وكان الباقر عليه السلام يعزه على وجه الكرامة لصحبته النبي محمد.
صلى الله على محمد وآل محمد. وكان جابر يأتيه في طرفي النهار ويتعلم منه حتى دخل عليه يوما وجلس عنده فالتفت عليه السلام إليه وقال: يا جابر اكتب وصيتك فإنك راحل إلى ربك. فبكى جابر وقال: يا سيدي وما علمك بذلك؟ فهذا عهد معهود عهده لي النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام: والله يا جابر لقد أعطاني الله علم ما كان وما يكون وما كائن إلى يوم القيامة، ولنعم ما قال الشاعر فيه: أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول، يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. يا عروة الدين المنيع وبحر علم العارفين، يا قبلة للأولياء وكعبة للطائفين، من أهل بيت لم يزالوا في البرية محسنين، التائبين العابدين الصائمين القائمين، العالمين الحافظين الراكعين الساجدين، يا من إذا نام الورى باتوا قياما ساهرين. قال شيخ المفيد: لم يظهر أحدا من ولد الحسن والحسين عليهم السلام في علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن والسيرة وفنون الأدب ما ظهر عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام. أما عن دلائل إمامته عليه السلام، أولاً وصية أبيه زين العابدين عليه السلام ونصه عليه بالإمامة بعده أمام جمع من أصحابه وأهل بيته وكافة أبنائه، بالإضافة إلى نصوص جده النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وجده أمير المؤمنين ابن عم النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، كما جاء في حديث جابر الآن في الذكر وأحاديث أخرى صحيحة ومتواترة بين علماء الطائفة الجعفرية، ووافقهم على صحتها جمع من علماء أهل السنة، وفيها نص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد على عدد الأئمة من بعده وهم 12 إماما ويذكرهم واحدا بعد واحد بأسمائهم وألقابهم إلى خاتمهم المهدي المنتظر. عجل الله فرجا وسهل الله مخرجا. ولمزيد من الإيضاح انظر كتاب ينابيع المودة للشيخ القندوزي الحنفي، والخلاصة أن النص على إمامة الباقر عليه السلام ثابت وصريح، وكذلك باقي الأئمة أهل البيت الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين. أما عن الأفضلية فهي تعني تفوقه على جميع أهل عصره في الكمالات ومكارم الأخلاق والصفات والأفضلية، هي دليل عقلي وبرهان طبيعي يفرض الزعامة والإمامة للأفضلي على المفضول، كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإمام محمد الباقر عليه السلام كان من حيث العلم مرجع العلماء ومعلمهم جميعا في عصره، أمثال مالك بن أنس وأبي حنيفة وسفيان الثوري والزهري وابن عتيبة وغيرهم. وروى المفيد رحمه الله بسنده أنه قال: ما رأيت العلماء بين يدي أحدا أصغر منهم بين يدي أبي جعفر محمد الباقر ابن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. باب علم جده النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. مثل كل الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين، ولو سمحت لهم الظروف السياسية والاجتماعية وغيرها لأضاءوا العالم بأسره بأنوار العلوم والهدى والمعارف النافعة، ولما بقي في دنيا البشر ساعة الولادة. ولد سيدنا ومولانا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء الحاضر الذاكر والخاشع الصابر والقمر الزاهر والعلم الظاهر أبو جعفر محمد بن علي الباقر ابن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. في المدينة المنورة في يوم الاثنين غرة رجب، وقيل يوم الثلاثاء في الثالث من شهر صفار، والأشهر غرة رجب عام 57، وأمه فاطمة بنت الحسن الزكي الصبط علوية نقية
طاهرة مطهرة صديقة كجدتها فاطمة الزهراء عليها السلام. ولها نور رباني هو فرع من نور جدتها، تقول فاطمة سلام الله عليها: كنت أرى الخفة في حملي بولدي محمد عليه السلام، وكانت الهواتف تهتف بي، وكان صلوات الله عليه يحدثها وهو في بطنها ويؤنسها بتسبيحه وتقديسه، فهو الإمام الحق المبين من سلالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوا عليه يا حبايب، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله. صلوات صلى على محمد علي بن أبي طالب. فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، الأئمة المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. تقول فاطمة عليه السلام: لما حضرتني الولادة لم أجد ألما ولا وجعا، فبينما أنا كذلك جالسة وحولي نساء بني هاشم وبعض النسوة من أهل البيت، تقول فاطمة بنت الحسن: فبينما أنا كذلك إذ أخذتها فترة وأخذتني فترة، وإذا قد وضعت بولدي، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب. فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، وكل بيان الحاضرين. الله يبارك لكم جميعا إن شاء الله، ويعودكم في حال أحسن من هذا الحال إن شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. جلوة صغيرة، وهذه الجلوة الظاهر جديدة، وكاتبنها الشاعر الأستاذ عبد الله القرمزي، الظاهر جديدة كاتبنها في إيران، لأن الظاهر هو في إيران حاليا أعتقد يعني. يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وبن عم علي، يا سامع الصوت صل على النبي
أول محمد وبن صوت شباب يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وبن يا سامع الصوت علينا الرجب شهر الشرف والفضايل والعجب أشرق علينا الإمام المنتجب أشرق علينا الإمام المنتجب الباقر العالم العالي العلي يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد يا سامع الصوت صل على النبي يا أبو جعفر يا نور الله الضوي شعشع علينا سناك النبوي من علويين يا أول علوي من علويين يا أول علوي والحسن وحسين أجداد من علي يا سامع الصوت صل على النبي برض المدينة بزغ أعلى نجم بذل أبد ما حصل باقر علم وفي مولد الكون يشع ويبتسم وفي مولد الكون يشع ويبتسم وبالحكمة والنور حياته تمتلي يا سامع الصوت صل على النبي يا نجم يتلالى من شمس وقمر ويلي الأقدار تطيع له أمر نهني السجاد من يهل الشهر نهني السجاد من يهل الشهر وفاطمة بنت الحسن أم الولي يا سامع الصوت يا سامع الصوت يصلي من سمع بثاني رجب كوكب الهادي سطع العلم والنور والتقوى والورع العلم والنور وتقوى وورع ابن الجواد نقي الهادي عليه يا سامع الصوت صل على النبي صلي على هادي الأمم في مولد الهادي الزاكي العلم عاشر أهل البيت معاليهم قمم وكل الرزايا ذكرهم تنجلي وكل الرزايا ذكرهم تنجلي يا سامع الصوت صل أول محمد على اسم جده علي الراضي الرضا وجده السجاد علي نجم الفضاء ومن اغلى الاجداد علي المرتضى ومن اغلى الاجداد علي المرتضى علي وجده علي وعلي وعلي يا سامع الصوت صل على النبي لا مات فجرون في قلب محبته ولا مات نزعون جذور ولايته صدري ضريحة وعيوني قبته صدري ضريحة وعيوني قبته واسمه بشراييني يتشكل عليه يا سامع الصوت صل على النبي يا يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد
يا آل بيت رسول الله حبكم فضل من الله في القرآن ينزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، الأئمة المعصومين. بارك الله لكم جميعا إن شاء الله.